سلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة. الغزالات اليوم جيتكم فيديو جديد كما العادة. مرة كنغبر عليكم، راكم عارفين معايا هاد رمضان، هذا البنات بنادم كيتسخسخ وتمارا كترات والله العظيم، هذاك الشيء علاش مرة كنغبر عليكم. المهم الغزالات ديالي هانتوما كيفو كيف كتشوفوا، شوفوا دويتشلاند هانتوما، الجو هادئ ومشمس والجو غزات. نتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. الغزالات اليوم الاثنين راكم عارفين فيش طاق، كل شيء ساد. قلت اليوم ان شاء الله نخرج بنياتي انا والزوج الكريم ديالي ان شاء الله. المهم خليكم معايا وتمشيو نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، احنايا غاديين جبناهم هنا لواحد البارك قريب من الدار يلعبوا شويه الوليدات، وحتى حنا نستيو شويه. هذيك الكوزينه راه قهرت لنا طيحت لنا الكتاف، شكون معايا البنات؟ اما كاين غير الموال والشهيوات، والله العظيم الا كلشي طلع لي في راسي انا والله العظيم كون كنلقى دير غير طويجين، ولكن زماني ما كيبغيش الطواجن، كيبغي لي الشهيوات ويبغي ليا هذاك الشيء الزوين، هذاك الشيء البريستيج. انا قال لك الناس الذواقه ماشي بحالي الناس الغلاقه. المهم جبناهم انا جيت هنا لهوش بارك البنات، مشينا لواحد البارك وما عجبنيش وجبناهم هنا لهوش بارك، لان البنات اليوم اثنين تقريبا لي بارك اللي فيهم مثلا المعيز فيهم الحيوانات كلهم سادين، لان الناس خدامين يعني عندهم هذا النهار عطله. وانا جايبه هاد الفركوسه هادو الفلوسات هادو كيلعبوا هنايا في البارك، ومن هنا حنا نتشمشوا ونحيدوا داك ستريس ديال تمارات الكوزينه البنات كيف ما قلت لكم. المهم الغزالات ديالي بزاف ديال الناس اللي كانوا كيسولوني وكيعاودوا كيقولوا لي اسماء هذيك الكارطه اللي غادي ديال البان وقتاش غادي زعما وقتاش غادي تبدا يعني يديروها بديك 9 اورو للشهر. البنات غادي تكون ان شاء الله، اللي كيسولوني كيقولوا لي وقتاش يعني بالضبط، كانوا داروها البنات شهر 5 ولاو داروها شهر 6، عاد غادي تولي تطبق هذيك الكارطه اللي كانت بكذا و50، كاين اللي كل واحد بشحال كيقطعها، كاين اللي كيقطعها غالي على حسب المحطات اللي كيمشي، كاين اللي كيقطعها مهم كل واحد وبشحال كانت كتقام ليه، غتولي ب 9 اورو كيف ما قلت لكم مده 3 شهور، وتقدوا تسافروا بها هنا في المانيا، وتقدوا عاوتاني حاجه اخرى البنات ما تمشيوش فيها غير في داك القطار السريع، راكم عارف القطار السريع راه كيكون غالي، قال لك ما تمشيوش غير في القطار السريع، سيروا تسافروا بها برلين فرانكفورت دوزلدورف مهم جميع انحاء المانيا، ولكن غير في القطار العادي. القطار السريع لا، يلقاوكم بهذيك التيك ديال 9 اورو يقزبوكم. للتوضيح فقط، لان بزاف كيدخلوا عندي في الانستغرام وكيسولوني، هما البنات كانوا داروها شهر 5 ولكن حيدوها شهر 5 وردوها شهر 6. احنا ما غاديش نستافدوا منها بطبيعه الحال، تبارك الله دابا البطويات راه محلولين والقضيه راه الامور يعني مزيانه للسفر، كلشي محلول. الصراحه القضيه زوينه هذا العام، راه كلشي هابط للمغرب يعني غيستغلها غير بنادم اللي خدام اللي ما غيهبطش في الصيف يعني الناس قلال. اما بالنسبه ونقدروا نستافدوا منها احنا غير داك شهر 6 الاولاني، داك الشهر الاول اولا دوك جوج سيمانات الاولين في شهر 6 وصافي. هذا هو التوضيح ديالي. شوفوا بنوتي راه كتلعب هنايا، عرفتوا واحد الشمشه البنات كتحرق، عرفتي هنايا التريكو ديالي ولا طايب وكتفي طاب. المهم الغزالات ديالي ها نتوما كيف ما كتشوفوا الاجواء في المانيا هنايا في هوش بارك. الغزالات ديالي هاد الشيء ما كان البنات، وهاد الشيء اللي غادي نقول لكم، ما عندي ما يتقال البنات، اليوم ديال الباركي والضحك والنشاط. يلا خليكم معايا. المهم الغزالات ها هما بنياتي، درتهم كيلعبوا شويه هنايا، عرفتوا البنات لقيتهوش بارك عامر تبارك الله، كاع الناس مخرجين موليداتهم لا اللي صايمين ولا اللي واكلين. اليوم الجو كان غزال يا البنات، كان غزال غزال وفن، وكيف ما كتشوفوا لان كاينين هنا الناس بزاف، ما كنبغيش نصور عباد الله اولا ندور لكم الكاميرا. صورت غير راسي وليداتي جالسين كيلعبوا هنايا في الرمله البنات، وانا جالسه هنا مقابلاهم وباهم جالس من الجهه الاخرى. كل حاضي ديالو والله العظيم البنات، عرفتوا واحد الجو غزال، عرفتوا كتافي والله الا ضربت فيهم الشمس، عرفتوا الشمس سخونه يا البنات. ايوا اختي ما كرهناش الجو يبقى هكا صافي، وما يبقاش الشتا والبرد.
عارفين البنات حنا هاد الجو هذا كيعجبنا الصراحه. المانيا خاصها غير الجو يكون زوين، هي الصراحه الله هي البلاصه ديال دورتموند. هنا البنات اصلا الجو ديالها زوين، خا كيكون داك البرد وداك الثلج ما كيكونش داك الشيء قاصح بزاف بحال بلدان اخرين. المهم الغزالات كملوا معايا الفيديو، المهم اليوم جيتكم خفيفه ظريفه على قلوب ديالي. هنا جيت كيف ما كتشوفوا خممت الكوزينه عاد خرجتي، لا خليت الكوزينه تجي جي تالفه. المهم الغزاله ديالي ما تستيوش على دوك المهم، انا شي غسلتو نشوف الاوراقيه ديالي هنا هنا حتى هنايا غسلت هادو. بعدا البنات على فكره هادو كنت قلت لكم ما تحشيهمش في لافاباخيه ولا في شبول ماشين الماكينه نتاع المعان، ولكن البنات ما طرا ليهم والو. جربتهم ديك النهار قلت غادي نغسلهم ونجربهم ونشوف واش غيمشي يطير منهم، حيت كتعرفوا دوك الكيسان تاع اتاي دغيا كيطيروا، يعني ما كيبحال داك اللي كيقول فيه ديك الزواقه وداك الشيء دغيا كيطيروا. هادو لا هادو مخدومين مزيان، هادو يعني هادو يعني ماشي صباغه ولا شي حاجه، يعني من البديع. صافي هادشي اللي كاين الغزالات. راكم عارفين رمضان كريم شكون اللي يلكم رمضان البنات والشهيوات. اليوم راه ما كاين لا شهيوات لا والو، غندير طاجين نحطو في الطبله باش يكونوا متفاهمين اكتفي طاحوا بالعجينه والروينة البنات. المهم شاطو ليا هنا البنات شاطو ليا شي امباناديا، صدرت البارح امباناديا اسبانيولا البنات وبقات ليا، درت منها بزاف وبقات ليا. صافي الغزالات وسميتو الحريره خلاها ليا على برا صبحات حامضه، بقى ليا شي نص نتاع الكوكوط والله الا بقات تما هكاك دابا خاصني نحيدها. صافي الغزالات ديالي هادشي اللي كاين وهادشي اللي عطا الله، مشينا فوجنا شويه ضرب فينا الريح لعبوا شويه الوليدات. اليوم الجو غزال البنات، ثلاثة هما الاجواء الجو غزال البنات. كيف ما قلت لكم الغزالات ديالي شكون قهراتي تمارة بحالي، واه يا نهاري ورا رمضان شهر العباده والصلاه والصيام ماشي شهر المائده والماكله. والله العظيم البنات الا ما بقاتش ليا الصحه صح اليوم غندير غير شي حاجه، ما غاديش ندير لهم داكشي اللي مولفه كنديرهم، حيت منين دخل رمضان وانا جباده 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 البنات وكنوجد لداري نوجد ليه الخدمه فطور وسحور عرفتي راه داز عندي العذاب. المهم الغزالات ديالي بغيت نطلع لكم، هي الصراحه رمضان راه ما فيه ما يتصور. ندير لكم شهيوات شهيوات بنتو ليا ما كتبغيو الشهيوات اللهم قلت ناني راسي لقيت فين ندوركم، راه غندوركم حاليا. ودابا راني درت لكم طليت عليكم طبيعه الحال وهدرت معكم شويه وهذا الشيء اللي كاين الغزالات ديالي. رجع بغيت نقول لكم واحد القضيه ما حدني انا دابا هنا في الكوزينه تفكرتها دائما كنبغي نقولها لكم وكنسى. البنات هاد كنور هذا كنت شريته، هاد كنور هذا نتاع البقره راه كاين حتى في اسبانيا بالنسبه لصحابي اسبانيا، هذا زيرو عيان جاي من اسبانيا وكيجيبو حتى هنايا بعض المرات المغاربه. هذا البنات ما ننصحكمش فيه ماشي شي حاجه، كنور كنت خديت واحد ديال البقره وخديت واحد ديال الحوت ولكن عيانين البنات ما ننصحكمش بهم. هما هادو راهم مكتوبين هنا بالعربيه ومكتوبين هنايا بالصبونيوليه كالدو صابور صابور دي كارني وهذا كالدو صابور دي بيسكادو. هادو بجوج البنات هادو صحابي اسبانيا بالاخص زيرو ما تاخذهمش وما تزعموش عليهم. هو الثمن ديالهم داير شي 3 اورو 50. ها نتوما ها كي داير شفتوا ها كي داير، انا ما عجبنيش ماشي شي حاجه، يعني قلت ناخذ كنور هذا كنت خديته شحال هذه، قلت ناخذ كنور عوض لي نبقى كل مره نجيب ضامط ناخذ هذا. هذا راه تبارك الله فيها البنات فيه كيلو، ها فيه اين كيلو، يعني ماشي شي حاجه وانما يعني تسلكوا به وصافي. هذا الشيء اللي كاين ماشي بحال كنور كنور يعني ماركه ديال كنور اولا كنور داما. هو هذا ديال الحوت هو نفس الشكل ولكن الرائحه مختلفه. انا الصراحه ما عجبنيش، انا ما عجبنيش لا المذاق ديالو ولا لا مذاقا ولا رائحه، يعني ما بيش. هذا كنجبدو انا وقت السلاك وصافي. حتى هذا فيه كيلو البنات، ها هو اين كيلو، ما ننصحكمش بها البنات ما تاخدوش. اللي كانت ناويه تاخدو اولا صحابي اسبانيا اللي كيشوفوا فيا انا هذا ما عجبنيش ولا علاقه لا علاقه الصراحه. المهم الغزالات ديالي كيف ما كنقول لكم ديما انا طليت عليكم طليله خفيفه ظريفه، ولا بغيتو شي فيديو اولا شي موضوع قولوا لي يعني تعاونوني به من فضل رمضان، لان في رمضان راكم عارفين تمارة بزاف
والصيام بنادم ما كيخرجش بزاف، يعني كنخرج انا غير الضروره او الا كان خاصني شي حاجه. المهم الا كانوا عندكم شي مواضيع بغيتو تعرفوا شي حاجه كتبوا لي البنات في لي كومونتير باش ان شاء الله ما نبقاش نغبر عليكم. راه كنغبر وكنطلع عرفتوا، راه سخفت ما نعرفش لكم عرفتوا، جيت واك حيا البنات جيت عطشانه ما كرهتش يا البنات نعمر شي غرف ونهبط يعني. المهم الغزالات ديالي نتمنى لكم كل الخير والسعاده والتوفيق، شكرا لكم وشكرا على تتبعكم، شكرا على دعمكم ليا. نتمنى انكم تكثروا لي من اللايكات البنات ومن الكومونتيرات باش تطلع القناه باش تعم الفائده باش يشوفوا الجميع. المهم هذا الشيء اللي كاين الغزالات ديالي، نتمنى لكم فرجه ممتعه وشكرا لكم وحليكم البنات.